شكرا استاذ انتشال التميمي مدير مهرجان الجونه. ودلوقتي رحبوا معايا بالاستاذ عمرو منسي المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للمهرجان. شكرا ناردين. اولا برحب بيكم وبشكركم على تواجدكم، ودايما انا بشوف الاعلام هو الشريك الاساسي في نجاح المهرجان للدوره السادسه. مبدئيا عايز اشكر كل زملائنا اللي كانوا معانا من اول المهرجان، واللي يعني بسببهم احنا قدرنا نحضر دوره سادسه، يعني بنامل انها تبقى دوره مختلفه وزي ما بنقول بروح الدوره الاصليه. فمبدئيا كان الفيجن ايه اللي انا عايز اشكر عليها كل القائمين والمؤسسين، ان الفيجن هي ان احنا الصناعه الصناعه الصناعه، عايزين نعمل حاجه مشرفه بتدعم الصناعه المصريه، صناعه السينما في مصر، وتبقى نموذج مشرف زي ما بنشوف كان ان الناس بتروح كان تتفرج على افلام وتبلان فيزيت سياحه ليها في خلال المهرجان. عايزين نبقى مهرجان الجونه وجهه سياحيه لناس كتيره حوالين العالم، تيجي عارفه البرنامج بتاع الافلام اللي بيتعرض فيه والندوات والنقاشات اللي بنعملها. اللي احنا قررنا نعمله السنه دي عشان يبقى الموضوع اسهل بالنسبه، ان دايما بنقول ليه الميديا بتغطي ريد كاربت وما بتغطيش الفعاليات والحاجات دي اللي هي بتتعمل من اول يوم، قلنا احنا نشتغل مع بعض ان احنا ده نسهله للاعلام ونسهل الناس ان هي تشوف المجهود الكبير قوي اللي بيتعمل من اول سنه. فكان القرار ان احنا نعمل فيستيفال هاب اللي هو يبقى كل حاجه في نفس المكان. فقسمنا البلازا الى جزئين، جزء اللي هو كل ما بيتعمل فيه البريميرز والريد كاربت اللي بيتعمل كل يوم، ونقلنا انشطه السيني جونه من الجامعه الالمانيه الى البلازا، وهيبقى بعدد النقاشات والحوارات اللي بتعمل فيها تايمز 4 او تايمز 5. يعني احنا وير فيري براود بالبروجرام اللي معمول السنه دي، الشباب اللي اشتغلوا عليه عملوا مجهود كبير جدا جدا، انا بحييهم. وهنسوقه، يعني انا كنت بفكر ايه، احنا دايما زمان كنا بنقعد بنلوم الميديا ان هي ما بتغطيش ده، واحنا كان اللغه بتاعتنا يمكن من زمان ان مش بنتكلم على احنا قد ايه بنعمل. كان لسه مهندس نجيب بيقول لي انتوا مش بتسوقوا الافلام من بدري اناف ان الناس تبقى عارفه البرنامج الندوات. احنا السنه دي كل تركيزنا ان ازاي الناس تبقى عارفه الندوه، مثلا لو حد عايز بلاننج انه يحضر يوم الاثنين عنده فاضي هيبقى عارف هيتكلم فيها مين وورك شوب ايه بيتعمل في نفس الوقت. فاحنا من خلال شركائنا في الاعلام هنوضح ده بشكل كبير جدا جدا، ان الناس تبقى عارفه ان مهرجان الجونه بيتعمل البالانس ما بين كل حاجة، والسياحة اللي هي مهمة جدا 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 وبتجذب الضوء على المهرجان، والجزء الصناعي المهم جدا بالأفلام بتاعته. فإحنا فخورين جدا ونتمنى إن ده، يعني إحنا شايفين إن هو يبقى الهيرو بتاعنا السنة دي الفيستيفال هاب. السوق احنا شفنا بعد 5 سنين سيني جونه والدعم والفندز اللي اتحطت فيها من شركات انتاج كتير جدا جدا ومشاريع اتخلقت في مهرجان الجونه، انه اتس اباوت تايم ان الجونه يبقى فيها سوق سينمائي. ريسك احنا واخدينه، وكنا اونست جدا مع شركائنا من سواء بلاتفورمز او شركات انتاج مصريه او في الريجن، ان احنا يا جماعه بنحاول نبتدي حاجه جديده، فخلينا مع بعض هدفنا ان احنا نوصلها لحاجه عالميه. لان كان في ناس بتقول السوق مش حاجه سهله ومش شرط ينجح من اول سنه، بس احنا يعني متفائلين وشايفين ان هو لازم كنا نحط السيد ده السنه دي. فاحنا متحمسين جدا لده. الحاجه الاخيره اللي انا عايز اقولها، اولا عايز اشكر المهندس نجيب والمهندس سميح. اولا المهندس نجيب من بدايه فكره تاسيس المهرجان اللي هو عمل زخم كبير جدا في صناعه المهرجانات انا شايف في مصر وفي الريجن. مهندس سميح على اصراره ان المهرجان ده، يمكن ناس كتيره احنا عارفين لما المهرجانات بتقف سنه دايما بتقول ما مش هيرجع تاني، والناس كتيره ما كانتش واثقه ان المهرجان يرجع. حقيقي هو اصر المهرجان يرجع لاسباب كتيره، منها اهميه مهرجان ده للصناعه في مصر. فانا بوجه له الشكر. عايز اشكر شركه اوراسكوم اللي هم من بدايه المهرجان وكانوا عمود اساسي في نجاح المهرجان ومدينه الجونه طبعا، والتيمز اللي احنا بنشتغل مع بعض دايما، يمكن مش في المهرجان بس في حاجات تانية كتير وبيبقى عنوانها نجاح. فحقيقي بوجه لكم الشكر. التيم المهرجان سواء تيم المهرجان او تيم اي ايفنت، انا السنه دي حاسس ان المهرجان ده هيطلع جهود تيم كامل هو اللي بيعمله، هو مش فرد. التيم كله ان هارموني، عندهم شغف واخلاص كبير جدا، فانا بوجه لهم الشكر. اخيرا وانا يمكن عندي علاقه شخصيه بكل راعي من الرعاه اللي داخله معانا المهرجان، بشكرهم على ايمانهم وحطوا الثقه فينا السنه دي، وان شاء الله تبقى في كتير معانا من قبل كده ومكملين.
وفي ناس سبونسرز جت جديد معانا السنه دي، ان شاء الله تبقى حاجه ما بيننا نكمل فيها على طول. بشكركم جزيلا، بشكركم جدا، واتمنى ان شاء الله ان يبقى مهرجان ناجح. شكرا.